وصفر مارك الحكم الفرنسي وتلعب الضربة الموضعية، وهنشوف مع بعض بقى فاروق جعفر خطته ايه ومستر السبل عامل له ايه وسيد عبد الحفيظ والضربة الركنية وضربة رأس وتطلع ضربة مرمى لنادي الزمالك. محمد القط وابراهيم سعيد امامية، يقطع سامي الشيشيني وماشي من اللعيبة كويسة ولكن اصاباته اثرته كتير، انما هادي خشبة يقطع كارت احمر طلع على طول، هنشوفه مره تانيه. وطبعا ما حدش متوقع بقى انه يرفع على طول كارت احمر، انما الحكم قراره هيبقى نهائي. توتر شديد، هنشوف اللعبه مره تانيه. وهنشوف طبعا قرار الحكم هيبقى نهائي. لقاء الاهلي والزمالك اللي متوقف بقاله دلوقتي حوالي 5 6 دقائق، واللي اتوقف عشان الكوره اللي هتشوفوها حضراتكم دلوقتي اللي مبعوته اهو متمرره لابراهيم وداخل ايمن على طول وعمل الفاول، والحكم الفرنسي مارك على طول طلع الكارت الاحمر، ثم توالت الاحداث اللي حضراتكم شفتوها قدامكم على الشاشه حتى الان. طبعا مستر سوبل يعني بيفكر دلوقتي، بيقول لعل الموقف يبقى كده.